السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشمهندسين، ازاي حضراتكم؟ ان شاء الله في محاضرة النهاردة هنتكلم على الفورس اناليسز وازاي نعمل دايناميك اناليسز يوزنج الفاكتورز. طيب اوتلاين المحاضرة بتاعتنا، احنا هنتكلم ايه اصلا، يعني ايه دايناميك بالانس، وهنتكلم اولا بالنسبة للينير موشن ازاي بتعامل معاه، وبعدين بالنسبة للروتيتنج موشن، عشان الاتنين مهمين بالنسبة لي وهلاقيهم دايما في كل المسائل. بعدين هقول لك الاناليسيس بتاع الكونكتد بين. لو انت عندك اتنين بين، اتنين ممبرز، عندك اتنين ممبر متوصلين ببعض عن طريق بين، ازاي الفورسز كانت بتبقى عليهم، وازاي في الفاكتورز بستخدمهم عامة، ازاي بطبقها. وهنطبق كده حاجة خفيفة كده خالص في انجن ميكانيزم عشان افهمك ليه كنا بنفصل اصلا الممبرز من بعضها. بعدين ايه النقط المهمة في الممبرز اللي انا بركز معاها، طبعا هتبقى سنتر اوف جرافيتي بقول لك من دلوقتي، والفاكتور ريزولوشن ازاي اعمل ريزولوشن، بس انتوا طبعا عارفين الموضوع ده من الاول برضو. بعدين هديك كبسوله الدرس، الستبس اللي اتعملتها بالترتيب، هتلاقي نفسك فهمت ونطبق في الاخر. طيب نبتدي الاول، يعني ايه يعني ايه دايناميك ايكوليبريم بالذات لو لجسم بالنسبه للحركه لينير. تعالوا نعتبر جسم ايا كان شكله، والجسم ده سنتر اوف جرافيتي بتاعته هنا اهو. طيب انا حاجه كده، حاجه اقول لك ان في الاتجاه ده فورس جت اثرت عليه، تمام، فورس اكسترنال اثرت عليه في الاتجاه ده، تمام، دي الفورس اكسترنال اثرت على الجسم ده، فبالتالي الجسم ده اللي بقى ليه اكسلريشن في الاتجاه ده، واخد بالك؟ ما دام في فورس اكسترنال اثرت على السنتر اوف جرافيتي في الشكل ده، يبقى الاكسلريشن في زي ما انت فاهم في نفس الامتداد بتاع الفورس اكسترنال مع سنتر اوف جرافيتي. طيب هيحصل ايه دلوقتي؟ هيحصل لو انا اثرت نفس الجسم، ادي البوينت جي برضو، هيحصل عندي في نفس تمام الاكسلريشن كانت لبره كده صح، يبقى عندي هنا هو داخل على جوه، هنا هو في العكس اتجاه فورس اسمها دايناميك. ايه الفورس الدايناميك دي؟ دلوقتي انت لكل فعل رد فعل، جميل، انت الجسم اللي عندك اللي كان على الشمال ده كان في حاله ثبات، كانت فورس اكسترنال من بره بتحركه فوق يمين، هو الجسم عنده حاجه اسمها الانيرشيا، تمام، فهو بيحافظ على الوضع اللي كان فيه، صحيح هو بيتحرك فوق يمين بس هو هيعارض بفورس العكس، اسمها فورس داينامكس، فورس دايناميك، والفورس دايناميك دي هتساوي الماس في الاكسلريشن، طبعا عشان عكس الاتجاه بعد كده هتلاقيني بسميها الفورس بتساوي نيجاتيف الماس في الاكسلريشن، مفهوم يا باشمهندسين؟ طيب اديك مثال، وحضرتك سايق العربية بتاعتك، واقف جوه العربية بتاعتك على طريق سريع مثلا، فنفترض يعني مجرد افتراض، وانت على سرعة زيرو واقف في نص الطريق كده، رحت مرة واحدة دايس على دواسة البنزين على اخر حاجة، انت طبعا جايب على الدرايف، ومرة واحدة رحت دايس على دواسة البنزين على اعلى سرعة، اول لما تعمل كده بتشد كده مرة واحدة العربية بتطلع منك، بتطلع صح، العربية لما تطلع منك هتلاقي جسمك انت بيرجع لورا. ليه جسمك راجع لورا مع ان العربية طلعت لقدام؟ عشان صحيح ان العربية نفسها بتتحرك لقدام، بس الفورس الدايناميك بتاعت جسمك هتلاقيها بترد الى لورا، تمام. يبقى احنا فهمنا ليه دايما هتلاقي الفورس الدايناميك عكس الاكسلريشن، صحيح العربية بتتسرع لقدام بس انت الفورس الدايناميك عليك بتلاقي جسمك راح لورا، جميل، زي ايه العكس، انت سايق عربية مرة واحدة فرملت، انت فرملت يعني اكسلريشن اصلا لورا عشان بيحصل ديسلريشن، هتلاقي جسمك بيطلع لقدام، وهكذا. ده كان سهل جدا بالنسبة لو لينير موشن. طب تعالى لو كان روتيتنج موشن هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عندي جسم ايا كان شكله برضو كالعادة، كل اللي هقوله بس المختلف هنا حاجة واحدة، الجسم ده بيروتيت صح؟ فانا هقول الجسم ده كان بيروتيت بألفا، طبعا انا بركز مع الاكسليريشن عشان تمام، لو الجسم كان بيلف بألفا في اتجاه مع عقارب الساعة، يبقى الديناميك فورس عبارة عن تورك اتجاهها عكس عقارب الساعة، يبقى الألفا لو مع عقارب الساعة التورك عكس عقارب الساعة. طيب هي طبعا نفس الفكرة، بس حد يقول لي ايه علاقة التورك بالألفا؟ انا اقول لك يا سيدي، علاقة التورك بالألفا، التورك بيساوي الاي سكند ماس مومنت اوف اريا مضروبة في الألفا، حلو حلو. طب بالراحة كده، يبقى احنا قلنا التورك بيساوي اي في ألفا، خد بالك الاي دي حالة من اتنين،
تمام؟ عشان بس انا بجيب لكم الاخر الاي دي هتبقى ايه. لو جسم زي الاجسام اللي احنا عارفينها اللي هو الرد، او ممكن يبقى جسم دائري ماشي. لو هو رد، فالاي هتساوي الماس بتاع الممبر اللي عندك في اللانس بتاعه سكويرد على 12. لو هو كان دائري الاي بتاعتك بتساوي الماس اللي عندك ار سكوير على 2، او ممكن تبقى ام دي كانت دي على 2. ام ار سكوير على 2. فانت كده عرفت علاقة التورك والاي والالفا. طيب الاي دي اليونت بتاعتها ايه عشان بس تبقى عارف؟ كيلوغرام متر سكوير. طيب عشان بس ليه كيلوغرام متر سكوير؟ عشان هي عبارة عن ماس في لانس سكوير على 12، او ماس في ريديس سكوير على 12، يعني كيلوغرام اللي هو الماس والريديس سكوير يعني متر سكوير، يبقى كيلوغرام متر سكوير. طب تعالى نعمل يونت بالانس كده، كيلوغرام متر سكوير مضروب في راديان بير سكند سكوير. طب حد فاكر النيوتن كان عبارة عن ايه؟ النيوتن كان عبارة عن كيلوغرام متر بير سكند سكوير. طيب كيلوغرام متر سكوير في راد على سكند سكوير، طبعا الراد ده اصلا مش يونت، دي حاجة ايه دائرية بتمثل لنا ال وحدة قياس في الاتجاه الدائري، بس هي مش وحدة قياس عامة، مش متر مش كيلوغرام تمام. فكيلوغرام متر سكوير بير سكند سكوير ده عبارة عن نيوتن مضروب في مين؟ في متر. مش نيوتن متر ده عبارة عن التورك، وكيلوغرام متر سكوير فراد بير سكند سكوير هو عبارة عن نيوتن متر. طيب ايه اللي انا عملته لك دلوقتي ده؟ بس اثبتت لك ان التورك هو الاي في الفا. طبعا حاجة اقول لك كمان، التورك هيساوي نيجاتيف الاي في الالفا. لو الالفا كانت مع عقارب الساعه يبقى التورك عكس عقارب الساعه، لو الالفا كانت عكس عقارب الساعه يبقى التورك مع عقارب الساعه، وهكذا. ماشي يا باشمهندسين؟ فاحنا طبعا بنفترض كالعاده ان التورك البوزيتيف دايركشن بتاعه عكس عقارب الساعه، وانت تعوض بقى لو كان عكس كده بتحط الاشاره ايه بالنيجاتيف. طيب نتكلم بقى على الاناليسيس بتاع الكونكتد بين تمام. يعني عندك ممبر اهو ممسوك في ممبر تاني كده، فلنقول مثلا ده كان او اي بي صح. انا كنت ماجي ممكن اجي افصله كده اهو، ده يبقى الاو اي، وده كان يبقى كده الاي بي صح. انا بفكرك بس كنا بنعمل ايه قبل كده عشان بس الكلام ميبقاش غريب بالنسبه لي. كنت باجي اقول لك مثلا على الجسم على اليمين، اقول مثلا عندك ايه رياكشن اسمه ايه في الاكس دايركشن، وعندك رياكشن مثلا اسمه ايه في الواي دايركشن، بلاش ال رياكشن اسمه اي واي في الواي دايركشن. نتيجة احنا فصلنا الاتنين ممبرز من بعض عند البن صح؟ حلو. والناحية التانية لازم اقول عكسه بالظبط، يبقى هنا ايه اكس وهنا ايه اي واي. ليه كده؟ اللي يبقوا لازم عكس بعض دايما عشان لما اوصلهم على بعض يروحوا صح. ده اللي كنا بنعمله زمان، بفكرك يعني ايه بلفت نظرك، ده اللي كنا بنعمله زمان ده عشان نفصل الممبرز من بعضها. طيب السؤال بقى هنا، طبعا مش هعمل الكلام ده هنا قوي، يعني هعمله بطريقة اسهل من كده، دايما هفرضه يمين وفوق يمين و يمين وفوق ويمين وفوق، دايما هفرضهم بوزيتيف عشان انا مش هستخدم الاي اكس والاي واي والاي اكس والاي واي، هتلاقيني بستخدم رقم الممبر على الممبر التاني ورقم الممبر على الممبر التاني تأثيرهم على بعض. طيب يعني مثلا ده لو كان اتنين ورقم تلات، هوضحها لكم دلوقتي. برضو عندي الاتنين ممبر بس انا المره دي هسمي مثلا ده ممبر رقم واحد ده كان ممبر رقم اتنين، فانا لما اجي اسميهم بقى هسميهم ازاي؟ ده كان يروح يمين وفوق، وده برضو يمين
وفوق. بص انا خلاص هثبت دايما الاتجاهات بتاعتي البوزيتيف هي يمين وفوق يمين وفوق دايما، اوكي؟ بس الفرق المره دي هسميه، وليكن كانت النقطه دي في النص كان اسمها مثلا ايه، فاسميها وليكن ايه بتاعت 1/2، او بلاش هسميها اكس 1/2 ودي واي 1/2. ليه اكس؟ عشان في اتجاه اكس دايركشن وتأثير 1/2، وليه واي؟ عشان في الواي دايركشن تأثير 1/2. طب التانية هسميها اكس 2/1 وواي 2/1. فاحنا خلاص فاهمين ان الواي 1/2 بيساوي نيجاتيف واي 2/1، وان الاكس 1/2 بيساوي نيجاتيف اكس 2/1. احنا هنستخدم الجزء اللي على اليمين ده، مش هنستخدم على الشمال. بس انا بفكرك الدنيا كانت بتعمل ازاي. قبل كده كنت لازم افرض اتجاه وبعدين اروح استخدمه، والتانية لازم تبقى عكسها. لا لا لا، ما تزولش نفسك، انت بتسميهم زي اسمائهم، واحد بيأثر على اتنين واتنين بيأثر على واحد، في الاكس ولا في الواي، بس خلاص ما تشغلش بالك باكتر من كده، تمام؟ طيب عايز ارجع له كمان فكرة كده في ال في الاناليسيس بتاع البينز، او مثلا لو عندك بيستن جوه سلندر بعملهم ازاي. فتعال نجيب مثلا انجن ميكانيزم. عندك انجن ميكانيزم وليكن هات لون اسود، في كام فكرة كده عايز ألفت نظركم ليهم في الحتة دي. فنسمي ده O A B مثلا، حلو. وهقول لك إن كان في مثلا external moment في الاتجاه ده بام، وقلت لك مثلا كان في force في الاتجاه ده F مثلا. أنا عارف ال F، وتعالى خلاص بقى يعني هنا دي فكرة. حلو، طيب ما دام أنت شفت كده لازم نحط reaction، صح؟ طيب رياكشن عند ال O هتلاقي واحد في اتجاه واي، واحد كان في اتجاه مين؟ اكس. البن البيستن اللي جوه سلندر، خد بالك الرياكشن، ركز معايا، الرياكشن اللي عند البيستن جوه سلندر دايما عمودي على الحركه. فنفترض ان كان في رياكشن بي، ليه؟ عشان البي كان بيتحرك يمين شمال يمين شمال يمين شمال، فالرياكشن هيبقى لفوق او لتحت، انا بفرضه في اتجاه معين ويطلع صح او يطلع غلط، يا فوق يا تحت. ها، وطبعا كان ممكن هعمله لكم بالمنقط كده، كان يبقى في فورس تانية هنا اسمها فورس بتساوي الميو في الان، اللي هي الفريكشن، فاكرين؟ اللي ممكن يبقى في فورس عكسية بتساوي الميو في الفورس النورمال اللي هي الار دي، ماشي؟ بس احنا في الاغلب مش هتعامل موضوع الفريكشن ده، بس ايه الفريكشن فورس، بس ايه بفكركم بالدنيا كانت عاملة ازاي. طيب انا لو كنت جاي عايز احل المسألة دي زي زمان زي الاستاتكس والديناميكس، كنت بحلها ازاي؟ كنت بقى اروح اعمل الاتي، سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما مومنت، سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما مومنت، صح؟ طيب دول كام معادله؟ ثلاثه، سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما مومنت، دول ثلاثه. طب انا عندي كام انون؟ عندي الاو اكس ما اعرفهاش، وعندي الاو واي ما اعرفهاش، وعندي المومنت ما اعرفهاش، وعندي الار بي ما اعرفهاش، وهعتبر دي اصلا مش موجوده، ومديني الاف. تاني عندي الاو اكس والاو واي والام والار بي، اربعه انون. تاني عندي كام ايكويشن؟ ثلاثه، سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما مومنت. هل ينفع ثلاث معادلات يحل اربع مجاهيل؟ يستحيل. تاني يستحيل، عشان عندك اربع مجاهيل ثلاث معادلات، الثلاث معادلات يحلوا ثلاث مجاهيل، بس انت عندك اربع مجاهيل، ما ينفعش. ايوه يعني، بس اعمل ايه؟ ما ينفعش، اتصرف. ايه اللي بتصرفه؟ ايوه باشمهندس اللي ورا اخد باله، او باشمهندس عامه اخد باله دلوقتي، ان الفكره كانت في ايه؟ افصلهم من بعض. ده ال A ده ال B ده ال O ده ال A، خدت بالك انا ايه؟ فصلتهم من بعض. ايوه يعني فصلتهم، استفدت ايه؟ انا بشتغل على القديم، ظهر هنا AX وظهر هنا AY، وهنا عكسه AX و AY. هنا كان في RB، وهنا كان في فورس انا عارف قيمتها، وهنا كان في او واي، وهنا كان في او اكس، وهنا كان في مومنت. عد معايا يا معلم، على الشمال عندي كام انون؟ واحد اتنين
تلاتة أربعة خمسة. يلا دي القانون زادت. طب احنا ليه بنعذب نفسنا؟ هنشوف عندنا كام قانون على اليمين. واحد اتنين تلاتة، عندك تلاتة قانون على اليمين وخمسة قانون على الشمال. طب تعالى كده لو عملنا سيجما مومنت عند مثلا ال A، ماشي، جبت مين؟ جبت ال RB. لو عملت سيجما FX جبت مين؟ ال AX. لو عملت سيجما FY جبت مين؟ ال AY. روح بقى الناحية التانية، انا خلاص عارف ال AY وعارف ال AX دلوقتي، صح؟ صح؟ جميل، انا عارف ال AX وعارف ال AY. عندي كام قانون؟ عندي ال M وال OX وال OY. فانا لو عملت سيجما مومنت عند ال O جبت بتساوي زيرو، جبت المومنت. لو عملت سيجما FX بتساوي زيرو هجيب مين؟ ال OX. ولو عملت سيجما FY بتساوي زيرو جبت مين؟ ال OY. خدت بالك؟ انا لما فصلت ظهر اتنين قانون اصلا زيادة، مع ان اصلا كان عندي اربعة قانون، بس لما فصلت ظهر لي كمان اتنين قانون زيادة، فبقوا ستة قانونز. بس خد بالك بقى، سيجما في اكس، سيجما اي فور، سيجما مومنت ينفع تستخدمها مرة على الممبر اليمين ومرة على الممبر الشمال. سيجما في اكس، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت بالنسبه على اليمين 3، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت بالنسبه على الشمال 3، 3 و3 يبقوا 6، 6 دول ست معادلات يحلوا، ركز معايا، ست مجاهيل. فصحيح هي نفس المساله زي ما هي، بس انا عشان فصلت عند الاي عرفت احل كل الانقاص. هي دي فكره ليه احنا بنفصل عند الاي. طبعا ممكن يقول لك من الاول احسبها لي، بس في الاغلب دايما ليه بفصل عندها؟ عشان اطلع اكويشن زيادة فاعرف احل الانونز اللي عندي، ماشي. طبعا احنا مش بنعملها تاني بالاكس والواي وكل الكلام ده، هي نفس الفكرة، بس زي ما قلت لكم من شوية احنا دايما بنفترض يمين وفوق، يمين وفوق، بسمي المنبر اللي على الشمال كان واحد واللي على اليمين كان اتنين، فيبقى تأثير واحد على اتنين في اتجاه اكس، وتأثير واحد على اتنين في اتجاه واي، وتأثير اتنين على واحد في اتجاه اكس، وتأثير اتنين على واحد في اتجاه واي، اللي هو اللي شرحت لكم في السلايد اللي فاتت. دلوقتي عايزين نركز على البوينت اوف سكوب. يعني انا عندي ممبر، وليكن مثلا ممبر ده النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، نقطه A، نقطه B، نقطه C، نقطه D، نقطه E. ايه النقط المهمه عندي في الممبر؟ ايه النقط المهمه اكون عارف عندها الاكسلريشن؟ النقطه اللي انت محتاج تعرف عندها الاكسلريشن بتستخبى في قانون نيوتن الثاني، فورس بتساوي ام اف ايه. انت عشان يظهر عندك الفورس اناليسز لازم يكون عندك ايه؟ الماس ومين؟ الاكسلريشن. طب الماس بيظهر فين؟ في السنتر اوف جرافيتي. ومين السنتر اوف جرافيتي في دول؟ السي، زي ما انت قلت دلوقتي. يبقى النقطه المهمه اعرف عندها الاكسلريشن هي البوينت سي. النقطه المهمه اعرف عندها الاكسلريشن يبقى انا لازم اكون عارف الاكسلريشن عند بوينت سي. ليه؟ عشان بعد كده هضرب الماس في الاكسلريشن سي هحوله الى فورس او بالنيجاتيف، طبعا انتوا فاهمين عشان يبقى عكس الاتجاه. مين النقطه الثانيه مهمه؟ النقطه الاولى والنقطه الثالثه. ليه النقطه الاولى؟ عشان دي مثلا هتكون معموله كده فايزر رياكشن او اي اكس اي واي واي اكس، ماشي. و عند الاي مثلا هيكون في ممبر تاني فهنفك فهيظهر برضو ايه، مثلا هنسميه اكس 1 2 مثلا وواي 1 2، اي حاجه على حسب تسميه الممبرز على بعض. ده على افتراض الجسم اللي على اليمين كان اسمه واحد، وده الممبر نفسه اسمه ايه؟ اتنين. طبعا هيبقى في ارض هيبقى واحد، فهتختلف معانا بعد كده في الحقيقه، بس بشرح لك الفكره كده بسرعه، ماشي. طيب فبالتالي، وبالتالي اللي انا عايزه من السلايد دي، عايز اقول لك النقطه المهمه عندي انهي نقطه؟ اللي فيها السنتر اوف جرافيتي، اللي فيها ايه؟ سنتر اوف جرافيتي. حلو، النقطه اللي فيها سنتر اوف جرافيتي هي اللي ماخد الاكسلريشن عندها. فلازم تكون انت من الاول من الدرس اللي فات عن طريق الاكسلريشن اناليسز تكون حاسب لي الاكسلريشن في النص، مش عند الاي ولا عند البي ولا عند الدي ولا عند الاي، عايز اكون جايب الاكسلريشن اصلا من الاول فين؟ في النقطه اللي في النص. طيب تاني حاجه، لو هو قال لك بقى ان هو الماس از نيجليجيبل في الممبر ده مثلا، لو قال لك الماس از نيجليجيبل يعني ماس بزيرو، فبالتالي فورس هيساوي كام؟ ماس في اكسلريشن، يبقى الفورس بيساوي زيرو. يبقى الجسم
عشان لازم يبقى عنده فورس، لازم يبقى عنده ماس واكسلريشن. لو ملوش اكسلريشن مش بيتسارع، يبقى ملوش فورس. لو هو ملوش ماس يعني، او ليه ماس كلام فاضي، يبقى هو ملوش فورس. تمام، ده اللي كنت عايزه من السلايد دي. الفيكتور ريزولوشن دي سهله قوي. انا عندي فيكتور ار كده، انا بس بقول لك عشان بعد كده تشوف الحاجات دي مع في ورق الدكتور او في النوتس. ار كوزاين ثيتا، طبعا دي زاويه ثيتا، ودي ار ساين ثيتا. بس بفكرك ازاي بعمل ريزولوشن. وطبعا لما كنت باخد مومنت، كنت باخد مومنت عباره عن الفورس في المسافه العموديه. مومنت في الفورس، مومنت عباره عن فورس في المسافه العموديه. اوكي طيب، الكبسوله بتاعت الدرس هتعمل ايه؟ هتعمل separation of members. يبقى أول حاجة هنفصل الممبرز، ماشي؟ وأنا هقولها لكم دلوقتي. بس أنا بص، الكلام اللي بين قوسين ده يعني إيه، هنتات، وعشان تشوفوا دلوقتي وأنا بطبق لكم تطبيق في السريع، وهخليه لونه بلاك. لما هفصل ممبرز هلونهم بالأسود. فصلت الممبرز، تمام؟ أنا الألوان دي قصدها عشان بس تبقى شبه الألوان بتاعت المحاضرات بتاعت الدكتور، عشان تبقى فاهم ده بتاع إيه وده بتاع إيه وده بيمثل إيه، ما تشوفش شوية أسهم وفورسز وأنت تتوه في النص. فلما افصل ممبرز هخليهم باللون الاسود. الرياكشن اللي على الممبرز، تمام، الرياكشن اللي على الممبر دايما بفكرك لازم افرضهم في البوزيتيف دايركشن، يعني يمين وفوق، وهخليهم لونهم بالايه، بالاحمر. حلو. تالت حاجه، الاكسترنال تورك او الاكسترنال مومنت او الاكسترنال فورس، اي حاجه اكسترنال موجوده من الاول هحطهم زي ما هم، وهحطهم مثلا باللون الاخضر، ماشي. الفورس بتساوي نيجاتيف ماس في اكسلريشن، واحنا فهمنا ليه. لو الاكسلريشن يمين يبقى فورس شمال، لو الاكسلريشن فوق يبقى فورس لتحت، لو الاكسلريشن يمين فوق يبقى فورس تحت شمال، وهكذا. حلو. طيب، وبتكون مهمه فين؟ في النقطه جي، في نص الممبر، سنتر اوف جرافيتي. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان ده اللي بيبقى فيها ماس وليها اكسلريشن. حلو. وهخليه باللون الازرق. والتورك بيساوي الاي في الفا، واحنا عرفنا الاي حاجتين، اما ال سكوير على 12 او اما ار سكوير على 2. لو ديسك اما ار سكوير على 2، لو سلندر رد اما ال سكوير على 12. وهفترض دايما الانتي كلوك وايز دايركشن هو البوزيتيف بتاعي، وهخليهم برضو لونهم بالايه، بالازرق. بعدين اروح اعمل ايه، سيجما مون، سيجما في اكس، سيجما اف واي على كل ممبر عندك. بروح اعمل سيجما في اكس، سيجما اف واي، سيجما مون على كل ممبر عندك. يبقى اعمل سيبريشن، بحط الرياكشنز، بحط التورك والفوق المومنت والفورس اللي هم لو كانوا اكسترنال. بعدين نحط الفورس نيجاتيف ماس في اكسلريشن، بعدين بحط التورك نيجاتيف اي في الفا، سيجما مومنت، سيجما اف اكس، سيجما اف واي. يلا بينا، عايزين نقول عندي فور بار ميكانيزم، ماشي. هقول لك مثلا كان شكله كده اهو. واحد الارضي، اتنين ده، تلاتة ده، أربعة ده. تعال نسميهم برضو O A وليكن B C، ماشي. طيب O A B C، طبعا أنا بلفت نظرك إن مفيش فورسز هتظهر إلا لما أبتدي أفصلهم. حلو. وده اللي هعمله في السلايد الجاي. بص أنا حتى مغشش نفسي أهو، ده ال O A طبعا، بعدين ده ال A B، بعدين ده ال B C. تمام. يبقى انا فصلت الممبرز، اول خطوة في الكبسولة اللي عندي. ها، تاني خطوة بعملها ايه؟ بحط الرياكشنز. طيب هات اللون الاحمر، احط واحد كده، واحد كده. ده مثلا احنا كنا مسميين الممبر ايه بالمناسبة؟ كنا مسميين الممبرز واحد الارضي ده اتنين، وده تلاتة، وده اربعة، صح؟ ماشي. يبقى هنا عندي اكس وان تو. ايه اكس وان تو ده؟ ده ما بين واحد واتنين، وما بين واحد واتنين، ده اللي هو ايه؟ اللي هو الرياكشن بتاع البين. مش قلنا على البين بيبقى فيه اتنين دايركشن، اكس وواي، صح؟ واحد دايما
في البوست بتاع الاكس، واحد دايما في البوست بتاع الواي، تمام. وهنعمل نفس الكلام بالنسبه لمين ده، كان فيه هنا برضو بين، فنقول كده. وخلي بالك البين ده كان متثبت في ارضي كمان، فيبقى هنا مثلا اكس واحد اربعة، وده يبقى واي واحد اربعة، ماشي. يبقى احنا كده حطينا مين الرياكشنز الاساسية. طيب مين كمان ما بين ال A لما فصلت هيبقى عندي ده كان ممبر اتنين. بص كلهم هيبقوا دايما ايه بوزيتيف عشان محدش ايه يتلخبط. طالع فوق يمين وطالع فوق ويمين وطالع فوق، بص كلهم كانوا ايه يمين وطالع فوق، ماشي. وعشان محدش فيكم يتلخبط هعديه لك، ودي كمان اهي يمين وطلع فوق، اكس واحد اتنين واي واحد اتنين، ماشي. تعالى بقى ده هنسميه ايه، اكس. اكس مين على مين؟ تلاتة على اتنين. ده مين؟ واي. تلاتة على اتنين، ها ده اكس. اكس بتاع مين؟ لما اتنين اثر على تلاتة، اتنين تلاتة. ده مين؟ واي بتاع اتنين على تلاتة. ايه العلاقة ما بين واي تلاتة اتنين واي اتنين تلاتة؟ الاتنين بيساوي بعض عكس بعض في نفس القيمة، وعكس بعض في يعني ده بوزيتيف 50 نيجاتيف 50، نفس القيمة بس عكس بعض في المقدار والاتجاه طبعا. بعدين ده تلاتة واربعة، يبقى دي اكس اربعة تلاتة، دي واي اربعة تلاتة، دي تبقى اكس تلاتة على اربعة عشان تلاتة اللي اصلها تمام اربعة، ودي واي تلاتة على أربعة، واي تلاتة على أربعة، ماشي يا باشمهندسين. طيب يبقى احنا عملنا أول خطوة فصلنا، تاني خطوة حطينا كل الرياكشن اللي عند البنات اللي كانت متثبتة في الأرضي والبنات اللي كانت متثبتة ببعضها عند الـ A وعند الـ B. تالت خطوة الجرين. احط اي اكسترنال مومنت او اكسترنال فورس كانت عندي من الاول. هنقول كان عندي اصلا من الاول مومنت في الاتجاه ده، فمومنت واحد اربعة عشان واحد كان بيقص على ممبر اربعة، وكان فيه هنا مثلا برضو واحد تاني كان فيه مومنت لما واحد كان بيأثر على اتنين، حلو. دول كانوا موجودين من الاول، دول الاكسترنال مومنت او اكسترنال فورسز عندي في المساله. طيب فاضل اخر خطوه البلو اللي هو الفورس بتساوي نيجاتيف الماس في الاكسلريشن. طيب خد بالك انا بروح على اي نقطه في الممبر، في نص الممبر، بروح على اي نقطه في الممبر، في نص الممبر. يبقى هات لي اللون الازرق وبروح في نص الممبر واعمل واحد يمين واحد لفوق، في نص الممبر واعمل واحد يمين واحد لفوق، دايما بوزيتيف، اروح في نص الممبر واحد يمين واحد لإيه؟ لفوق. هنا هسميه إيه؟ ده كان ممبر اتنين وكان في اتجاه اكس، هتلاقيه سميته اكس اتنين، وده كان في اتجاه واي بالنسبة لممبر اتنين سميته واي اتنين. أيوة ليه سميته اكس بس ما سميتوش؟ عشان مش حدش بيأثر عليه، ده في نص الممبر، أوكي؟ ده اللي هي بيمثل الفورس بتساوي ماس في الأكسيديشن عكس الاتجاه. لو عندك الاكسلريشن كان اتجاه يمين تبقى شمال، هو ده اللي بنرمز له بالاكس والواي، ماشي. طيب اللي في النص ده اكس تلاتة، وده يبقى واي تلاتة، ده يبقى اكس اربعة، وده يبقى واي اربعة. طبعا الاكسات دي هنفكها بعد كده في الرموز، هتلاقينا ايه عوضنا مكانها بارقام، بس بشرح لكم عشان حتى لما تشوفوا المحاضرة او تشوفوا الشرح ما تبقوش متلخبطين ايه اللي بيحصل. جميل كده احنا حطينا اول خطوه اللي هو الفورس ماس في اكسلريشن اللي في نص الممبر عند السنتر اوف جرافيتي في تو كومبوننت اكس وواي، حلو، اكس 2 واي 2، اكس 3 واي 3، اكس 4 واي 4 في النقطه اللي في النص. طبعا لو ممبر اصلا ما عندوش ماس بيبقى الاكسات دي مش لا الاكس ولا الواي بتاعته هيبقوا موجودين، بس احنا هتلاقونا كالعاده بنجيب على الحاله العامه، جبنا القانون الشامل الكامل عشان ده اللي احنا بنحبه نعمله عشان ناخد الحاجات دي نحطها في الماتلاب.
هو ده الهدف الأساسي أصلا من فكرة الديزاين ده، عشان كده نروح أعوض إيه بيه. حلو. طيب فاضل حاجة واحدة، التورك بتساوي إيه أي في ألفا. فأنا هفترض دايما إن الألفا بتلف مع عقارب الساعة، يبقى التورك بيلف عكس عقارب دايما، عفوا هقول لك دايما اتجاه التورك هتلاقيه عكس عقارب الساعة، فهتلاقي التي أربعة عكس عقارب الساعة اللي هي بتساوي أي في ألفا، وهتلاقي التي تلاتة بتساوي أي في ألفا وعكس عقارب الساعة، وهنا تبقى التي كام؟ اتنين برضو بتساوي أي في ألفا عكس عقارب الساعة. وتيجي تقسم ده، تيجي تقسم ده، وتيجي تقوم عامل الآتي: قايل إن سيجما اف اكس بتساوي زيرو، طبعا هتعمل سيجما مونت الأول، وبعدين سيجما اف اكس بتساوي زيرو، وبعدين سيجما مونت بتساوي زيرو، طبعا سيجما اف واي عفوا. وبفكرك انت بتاخد مومنت عند النقطة اللي تعرف تصير فيها مجاهيل، ماشي؟ سيجما مونت بيساوي زيرو، سيجما اف اكس بيساوي زيرو، سيجما مونت بيساوي زيرو. دول كام يا شباب؟ كام معادلة؟ تلاتة، صح؟ تلاتة يعني يحلوا كام مجهول؟ تسعة. يحلوا كام؟ تسعة مجاهيل، اللي هو هيبقوا مين بقى؟ هقول لكم من دلوقتي عشان تبقوا واخدين بالكم. هيبقى الاكس، هشاور لكم عليهم. اللي هو هيبقى اكس واحد اتنين وواي واحد اتنين، دول اتنين تلاتة أربعة، ودول هما عارفهم اللي فاتوا. خمسة ستة، ودول هما عارفهم اللي فاتوا. سبعة تمانية، التاسع هيبقى ام واحد على اتنين زي في المساحة هتشوفوه. ما هيكون مديك ام واحد اتنين ويقول لك ام واحد اربعة، او هيكون مديك ام واحد اربعة ويقول لك ام واحد اتنين. طب بالنسبة لاكس اتنين الزرقاء والواي اتنين الزرقاء والتي اتنين الزرقاء واكس تلاتة الزرقاء وواي تلاتة الزرقاء وتي تلاتة الزرقاء واكس اربعة الزرقاء وواي اربعة الزرقاء وتي اربعة الزرقاء، لا يا باشا دول انت هتجيبهم. ما التي اربعة، التي عبارة عن ايه؟ اي في الفا، والاي انت عارفها، وبتساوي ام ال سكوير على 12 مضروبه في الالفا، والالفا انت عارفها عن طريق الاكسليريشن. طب والاكس 3 والواي 3، ما دول عكس مين؟ ما دول عكس الاكسليريشن اناليسيس اللي انت كنت عاملها قبل كده. عشان كده كل اللي ازرق قدامك هنا هيكون معاك، وهو هيديك الام 1 2 ويقول لك هات لي ام 1 4، هو هيديك ام 1 4 ويقول لك مثلا ام 1 2. من الاخر يعني عدد الانونز اللي عندك في المساله هيكونوا 9، فاحنا عشان كده محتاجين نجيب 9 ايكويشن. اوكي، بس هتلاقينا بنحاول نجيب في الاول الايكويشن اللي بتوصل ما بين ده وده عشان الباقيين هيبقوا اسهل شويه، اللي هي واي 3 2 واي 2 اكس 2 اكس 3 2، اللي هي واي 2 3 واكس 2 3 بس عكس الدايركشن، واجيب الاكس 1 3 واي 4 3 اللي هي اكس 3 4 واي 3 4 بس نفس القيمه عكس الدايركشن. ماشي يا باشمهندسين، احنا دلوقتي هنروح نطبق على الكلام ده، بس قبل ما اروح عايز اوريكم حاجه. شايفين المنظر اللي قدامكم ده؟ هو ده نفس المسميات، نفس الأرقام، نفس كل حاجة. الفرق بس هو الـ M12 هنا كان عايزك تحسبه، والـ M14 هو اللي مديهولك. فالـ M14 ده النون اللي معاك، فهيبقى عندك الأنون 1 2 3 4، ودول خلاص محسوبين عشان عند البي. بعدين 5 6، بعدين 7 8، وبعدين 9، عفوا انا حسبت غلط تاني، 1 2 3 4، ودول خلاص محسوبين في اللي عند البي. 5 6، ودول خلاص محسوبين عند الاي. 7 8، والتاسع هو ام 1 2. ونروح نجيب الكلام ده بالفيكتور اناليسز حالا. ده شكل المسألة زي ما انتوا واخدين بالكوا، ده طبعا ممبر رقم 2، ده ممبر رقم 3، وده ممبر رقم 4. هنبتدي بممبر مثلا وليكن ممبر رقم 2، تمام؟ انا تلاقوني عملت لكم الموضوع بالتفصيل عشان محدش يتلخبط. طبعا ممبر رقم 2 ده كان روتيشن اباوت فيكس اكسس، لو تفتكروا ممبر 2 ده كان روتيشن اباوت فيكس اكسس. هتلاقوني في الاول بحاول اعمل لكم شبه الاكسلريشن عشان تربطوا الاكسلريشن بالفورس. طب ممبر 2 ده كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن حاجة شكلها كده، صح؟ طيب خد بالك انا عايز احسب الاكسلريشن فين؟ في النقطه اللي في النص، فاكرين؟ طيب النقطه اللي في النص دي هيبقى ليها كام كومبوننت؟ اتنين، واحد داخل على السنتر وواحد عمودي،
طيب اللي داخل على السنتر ده كان اوميجا سكوير، مادام ده كان ممبر رقم 2 في الطول اللي هو نص الممبر جي 2 اوميجا سكوير في الار، بس طبعا ليه جي 2؟ عشان نص الطول مش الار كله. طيب وده هيبقى اي الفا 2 جي 2، تمام. طيب بنكتبه ازاي الكلام ده؟ يلا بينا نكتب. كنا بنقول ان الاكسلريشن بالنسبة للنقطة اللي هي 2 هيساوي حاجتين، نيجاتيف. ليه نيجاتيف؟ ليه نيجاتيف؟ عشان داخل على السنتر، فاكرين الكلام ده؟ نيجاتيف. وبعدين اوميجا 2 سكوير مضروب في جي 2 اللي هو نص الطول، زائد اي. ليه اي؟ عشان في فرق زاوية 90 درجة، اي الفا 2 جي 2، كل ده مضروب في اي اي زاوية ثيتا 2. حلو. اللي بعده، طب الاي اي ثيتا 2 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوزين ثيتا 2 زائد اي ساين ثيتا 2. يلا بينا نفك الكلام ده، يلا بينا. هيطلع كالاتي، تعال ناخد الجي 2 كومن فاكتور بره عشان نسهل على نفسنا. الجي 2 يبقى نيجاتيف اوميجا 2 سكوير كوزين ثيتا 2. اللي بعده ناقص ناقص اوميجا 2 محطوط في اي سكوارد ساين ثيتا 2، يبقى ضربت اول ممبر خلاص بتاع الاوميجا، اروح اضرب بتاع الاي الفا زائد اي الفا 2 كوزين ثيتا 2، والاي في الاي يبقى نيجاتيف ناقص اي ناقص الفا 2 جي 2. مفيش جي يا جماعة، احنا خلاص خدنا الجي كومن فاكتور، ناقص الفا 2 ساين ثيتا 2. نكمل نجيب الريال في ناحية ونجيب الإيماجري في ناحية، ممكن نكتبه بلون مختلف شوية عشان يبقى شكله واضح. يبقى بالتالي يبقى الـ A جي 2 بيساوي جي 2 مضروب في ناقص أوميجا 2 سكوير اللي هو الريال الأول كوزين ثيتا 2 ناقص ألفا ساين ثيتا 2، قفلت جزء الريال، زائد اي افتح الجزء الايماجيني نيجاتيف اوميجا 2 سكويرد ساين ثيتا 2 زائد الفا 2 كوزين ثيتا 2، وقفلت القوس. ماشي، يبقى انا كده جبت الاكسليشن بالنسبه للاتنين. طبعا ممبر رقم 4 برضو زي ما انتوا واخدين كده بالكم، ممبر رقم 4 هو برضو روتيشن اباوت فيكس اكسس، فلو عملت نفس الخطوات انا مش عايز اعيد اكسلريشن، انتوا فاهمين نفس الفكره. الممبر 4 كان برضو روتيشن اباوت فيكس اكسس، فهيطلع اي جي 4 نفس الكلام بالظبط، نبقى بنفس المنطق. اي جي 4 هيساوي جي 4 افتح قوس ناقص اوميجا 4 سكوير كوزين ثيتا 2 ناقص الفا 4 ساين ثيتا 2 زائد اي، عفوا 4، انا مستعجل شكلي، ناقص الفا 4 ساين ثيتا 4 ناقص اوميجا 4 سكوير ساين ثيتا 4 زائد الفا 4 كوزين ثيتا 4، قفلت القوس، قفلت القوس طبعا هنا ايه 2. يبقى احنا جبنا الاي جي 2 وجبنا الاي جي 4 بكل سهوله، عشان ان الاي جي 2 والاي جي 4 كان روتيشن او فيكس اس زي بعض، تمام. انا هروح دلوقتي على ممبر اللي فاضل اللي هو ممبر رقم 3. ممبر رقم 3 ده كان روتيشن او فيكس اكسس، عفوا ممبر رقم 3 ده كان جنرال موشن، كنت بحله الطريقة اللي اعرفه احسن ما اعرفوش، من ما اعرفوش بجيبه بالنسبه لحد انا اعرفه، ريلاتيف اند ابسوليوت ميثود، تمام. ممبر 3 تحركت نوعها جنرال، بحله بالريلاتيف اند ابسوليوت ميثود،
كنت بقول الاكسليريشن بتاع الانون بيساوي الاكسليريشن بتاع النون زائد الاكسليريشن بتاع الانون بالنسبه للنون. يعني عايز اجيب الاكسليريشن بتاعه النقطه اللي في النص اللي هي وليكن نقطه رقم جي 3 عشان في نص الممبر. حلو، هيساوي الاكسليريشن بالنسبه اللي هو ممبر رقم اللي انا عارفه اوريدي اللي هو 2 زائد اي جي 3 بالنسبه للاي. طيب الاي جي 3 ده هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء اكس واي. يلا بينا، هيبقى عبارة عن اي جي 3 اكس زائد اي جي 3 واي. طب الاكسليشن بالنسبة لايه؟ ما احنا عارفين اصلا الاكسليشن بتاع الايه عارفينه. سهل احسبه. خلي بالك انا كنت جايب هنا في نص الممبر، تمام. بدل ما هتبقى جي 2، بالمناسبة بدل ما هتبقى جي 2 هتبقى الطول كله ار 2 يعني، ماشي. فانا برضو عارف ان ده هيبقى الاكسليريشن بتاع الاي في اتجاه اكس زائد طبعا في اي زائد اي اكسليريشن بالنسبه لاي في اتجاه واي. يفضل الاخير اللي هو جي 3 بالنسبه لاي. جي 3 بالنسبه لاي ده هعتبره جزئين، جزء نورمال وجزء تانجنشال. طبعا خلاص انتوا فاهمين نفس الفكره، هيبقى جزئين، جزء نورمال وجزء تانجنشال. تعالوا نعمله مثلا وليكن بالاحمر عشان افكركم. النورمال هيبقى زائد النورمال يبقى نيجاتيف من برقم 3، 3 سكوير في الطول اللي هو يبقى كام؟ جي 3. كل ده داخل اوميجا سكوير في الار، ماشي. اوميجا سكوير في الطول اللي هو نص الممبر زائد اي في الفا، اي الفا 3 في الطول اللي هو جي 3. كل ده مضروب في اي اي ثيتا 3. طبعا انتوا فاكرين اي اي ثيتا 3 عبارة عن جزء كوزين وساين. هفك، ماشي. يلا بينا. يبقى زائد، وخد جي 3 كومن فاكتور تسهيلا. جي 3 كومن فاكتور نيجاتيف اوميجا 3 سكوير زائد اي الفا 3، كل ده مضروب في كوزين ثيتا 3 زائد اي ساين ثيتا 3. نكمل، يبقى زائد جي 3 ناقص أوميجا 3 سكوير في كوزين ثيتا 3 زائد اي الفا 3 كوزين ثيتا 3 ناقص اي اوميجا 3 سكوير ساين ثيتا 3. اي في اي يبقى نيجاتيف الفا 3 ساين ثيتا 3. نفكها بقى كلها هتطلع كالآتي. اي جي 3 اكس زائد اي جي 3 واي بيساوي اي بالنسبة لاي اكس زائد اي 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 في اتجاه الواي زائد جي 3 جزء ريال وجزء ايماجيني ناقص اوميجا 3 سكوير كوزين ثيتا 3 ناقص الفا 3 ساين ثيتا 3 زائد اي الفا 3 كوزين ثيتا 3 ناقص اوميجا 3 سكوير ساين ثيتا 3. هعمل الآتي، هقول لك ان اي جي 2 دي كانت عبارة عن اي جي 2 اكس زائد اي اي جي 2 واي، ودي تبقى اي جي
أربعة إكس زائد أي إي جي أربعة واي، هساوي الإكس بالإكس والواي بالواي، يعني هتلاقيني سويت ده بده وده بده وده بده زائد ده، ماشي، وهتلاقيني سويت ده بده وده بده وده بده زائد ده، سويت الريال بالريال والإيماجري بالإيماجري. ليه كتبت لك الكلام ده؟ عشان بس محدش يتوه في الشغل اللي انا كنت بعمله. لما اساوي بقى التلاتة ايكويشن دول ببعض هيطلع لي الاتي، اي جي اتنين اكس بتساوي جي اتنين نيجاتيف اوميجا اتنين سكوير كوزاين ثيتا اتنين ناقص الفا اتنين ساين ثيتا اتنين. طب والاي جي اتنين واي هتساوي جي اتنين ناقص أوميجا اتنين سكوير ساين ثيتا اتنين زائد ألفا اتنين كوزاين ثيتا اتنين. نروح على ال اي جي أربعة، اي جي أربعة اكس هتساوي جي أربعة نيجاتيف أوميجا أربعة سكوير كوزاين ثيتا أربعة ناقص ألفا أربعة ساين ثيتا أربعة وفي اتجاه الواي تساوي جي أربعة نيجاتيف أوميجا أربعة سكوير ساين ثيتا أربعة زائد ألفا أربعة كوزاين ثيتا أربعة. والتلاتة بقى اي جي تلاتة اكس هتساوي الاكسليشن بتاع الاي في اتجاه اكس زائد الاكسليشن زائد جي تلاتة ناقص اوميجا تلاتة سكوير كوزاين ثيتا تلاتة ناقص الفا تلاتة ساين ثيتا تلاتة اي في اتجاه واي اكسشن بتاعت اي في اتجاه واي زائد جي تلاتة ناقص اوميجا تلاتة سكوير ساين ثيتا تلاتة زائد الفا تلاتة كوزاين ثيتا تلاتة. اللي انا جبتهولكوا دلوقتي ده يا باشمهندسين هو ده اللي الدكتور في الورق بتاعه او في الحل بتاعه ابتدى بيه الحل، هتلاقيه دخل هو اداكوا على طول الحاجات دي وابتدى يحل. ممكن نحل. تمام، يبقى شوية الايكويشن دي هي اللي ايه شوية الايكويشن دي هو اللي ابتدى بيها الحل اصلا، ماشي. بس حواليكوا دلوقتي خد بالك كده، هنا ده كان الورق بتاع الدكتور في المحاضرة، انا بس بلفت نظرك هو ابتدى على طول بايه، بالاي جي 2 اكس بتساوي كذا واي جي 2 واي بتساوي كذا، اي جي 3 اكس بتساوي كذا، اي جي 3 واي بتساوي كذا، اي جي 4 اكس بتساوي كذا، اي جي 4 واي بتساوي كذا. التلاتة الستة ايكويشن دول هو دخل على طول اداهم لك، تمام. انا جيت شرحت لك من الاول عشان اربطهم لك بمين، بالاكسلريشن. في كام نقطة هقولهم لك كده وبعدين نبتدي بقى ايه نحل.
في حاجة مهمة ناخد بالنا منها قبل ما نكمل حل. في الفورس اناليسيس بفكرك هتلاقيه بيعمل لك اكس بتساوي ام في ايه، يقول لك واي بتساوي ام في ايه، ويجي يقول لك تي بتساوي اي في الفا. حلفت نظرك تلاقيه بيقول لك هنا اي وهنا 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 اي ونيجاتيف ونيجاتيف ونيجاتيف. ايه اللي بيقوله ده؟ هو بيقول لك الاتي، بيقول لك ان اكس لو حطيت بدل اي، خلي بالك الاي هنا دي مش معناها اللي هي اليونت فيكتور، لا مقصود بيها لان ممبر رقم واحد، يبقى واحد يبقى واحد، لو اتنين يبقى اتنين يبقى اتنين، يبقى تلاتة تلاتة تلاتة. يعني الاكس بتاعت واحد بتساوي ام الماس بتاع واحد مضروب في الاكسلريشن بتاع واحد، بس عكس الاتجاه. الواي مثلا لو كانت اتنين يبقى الواي اتنين بتساوي نيجاتيف الماس بتاع الاتنين في الاكسلريشن بتاع الاتنين. طب التورك مثلا، التورك بتاع تلاتة بيساوي نيجاتيف الاي بتاع تلاتة في الالفا بتاع تلاتة، والاي بفكرك كانت عبارة عن ام ال سكوير على اتناشر او ام ار سكوير على اتنين. ماشي يا باشمهندسين كده؟ بس ايه دي الفرشة بتاعتي عشان هبتدي بقى ايه اروح اشتغل على الممبرز اللي عندي اللي هي مين. كل ده يا باشمهندسين نقدر نقول عليه كل ده كان ايه؟ acceleration. شدد خط ونروح بقى نشتغل على ايه؟ على الفورس. طيب احنا هندخل دلوقتي نعمل فورس، محتاجين قبل ما ندخل الفت نظرك ان احنا معانا كل الزوايا، نسيت اتنين نسيت تلاته نسيت اربعه، انت عارفهم عن طريق البوزيشن اناليسيس، معاك كل الاطوال ار اتنين وار تلاته وار اربعه عن طريق البوزيشن اناليسيس، عارف عارف كل انساق في الاطوال اللي هو الجي 2 وجي 3 وجي 4 اللي هو الطول لغايه نص الممبر نص الممبر نص الممبر، ايه نص الطول ار 2 نص ار طول ار 3 نص طول ار 4، عارف كل الفات الفا 2 والفا 3 والفا 3 والفا 4 عن طريق الاكسلريشن اناليسيس، عارف كل الاي الاي اللي هي ام ال سكوير على 12، انت كانك عارف يعني ايه كل الماسز، ومديك الام 1 4 شايف دي ام 1 4 دي كمان مديها لك، يبقى انت هتجيب مين؟ ام 1 2. عايز بقى هو كل الحاجات اللي بالاحمر اكس 1 4 و1 واي 1 4 واكس 1 2 1 1 2 اكس 3 2 واكس واي 3 2 اللي هي اكس 2 3 واي 2 3، وعايز اكس 4 3 اللي هي واي 4 3 اللي هي اكس 3 4 واي 3 4، فاضل لنا مين كمان؟ ام 1 2. يبقى ايه؟ 9 مجاهيل. وانتوا فهمتوا خلاص من الاكزامبل اللي قلتهولكم من شويه، لما هقسم هيبقوا 3 معادلات 3 مجاهيل في 3 ممبر، يعني 9 معادلات. حلو جميل. انا مديني الام 1 4 وعايز نجيب ام 1 2، مديني اللي بالاخضر ده وعايز نجيب اللي بالاحمر ده، يبقى انا الممبر اللي انا عارفه هو ده وهقدر اشتغل على ده وعن طريقهم هعرف اجيب الحل من مين؟ من ده. يبقى الحل ما بين الاولاني ومين؟ والتاني مبدئيا كده. حلو عشان بس تبقوا واخدين بالكم، واحنا عايزين نجيب ايكويشن لكل الحاجات الحمراء اللي قدامنا عشان بس نبقى متخيلين اللي بيحصل. فنفترض ان عايز ابتدي اشتغل على ممبر 3، ممبر 3 ده اللي هو الممبر اللي في النص عشان بس تبقوا معايا في الصوره. ممبر 3 او لينك ممكن اسميه 3 اللي هو كان ممبر اي بي ماشي. طيب لينك 3 ده هعمل فيه ايه؟ هاخد سيجما مومنت بالنسبة ل A بتساوي زيرو، وهفترض عكس عقارب الساعة هو البوزيتيف اهو. بص احنا شغالين على ده كان مين؟ تلاتة. هاخد عند ال A على الشمال سيجما مومنت بتساوي زيرو، طبعا ال X اتنين تلاتة و Y اتنين تلاتة هيطيروا، هيفضل لي مين؟
اكس 4 3 وواي 3 4، واي اكس 4 3 وواي 4 3 ماشي، وهيفضل لي كل اللي بالازرق الاكس 3 والواي 3 والتي 3 ماشي. طيب هنعمل كالاتي، الاكس بص الاكس 4 3 بالنسبة للنقطة ايه بتلف مع عقارب الساعة في الطول اللي هو الواي ده، يبقى مادام مع عقارب الساعة يبقى نيجاتيف اكس 4 3 مضروبة في طول اللي هو مين ار 3 بس في الواي دايركشن، زائد الواي 4 3 بتلف حوالين الايه عكس عقارب الساعة يبقى بوزيتيف صح، وبعدين واي 4 3 واي 4 3 مضروبة في المسافة اللي ما بين ال A وال B، مسافة X دي عبارة عن ممكن أسميه R 3 X اللي هو الطول بتاع member 3 في ال X direction، لما أعمل له إيه resolution، فاهمين R 3 Y و R 3 X دول كأنهم resolution اللي هي R 3 كوزين ثيتا 3 و R 3 Y اللي هي تبقى R 3 ساين ثيتا 3. وبعدين كده جبت اول اتنين زائد تي تلاتة كانت عكس عقارب الساعة، يبقى احطها زي ما ايه زي ما هي، وبعدين الواي تلاتة اللي بالازرق دي بتلف حوالين الايه عكس عقارب الساعة يبقى بوزيتيف، يبقى زائد واي تلاتة مضروبة في نص المسافة يعني جي تلاتة اتجاه الاكس ماشي. ناخد اللي بعده الواي تلاتة، الواي تلاتة بتلف حوالين الايه برضو عكس عقارب الساعة يبقى بوزيتيف، يبقى زائد اكس تلاتة المسافة ما بينهم هي الجي تلاتة بس في اتجاه مين الواي بتساوي زيرو. بص يا شباب الار تلاتة اكس والجي تلاتة اكس والجي تلاتة واي ده يعني كأني خدت طول بس عملت ريزولوشن، النقطة اللي كنت بوريكوا ازاي اعمل ريزولوشن ماشي. جميل نكمل من هنا، اقدر اقول ان ناقص هخلي الجزء اللي على الشمال ده اللي هو نيجاتيف اكس 4 3 ار 3 واي ده جزء من النون الاكس 4 3 فهخليها هي لوحدها في ناحية دلوقتي ماشي، يبقى نيجاتيف اكس 4 3 ار 3 واي بتساوي الباقي يروح بالنيجاتيف الناحية التانية، يبقى انا اسف عشان نصيب بس لفت نظري حاجة ان الاكس تلاتة اكس تلاتة هتلف مع عقارب الساعة يعني بالنيجاتيف ماشي، مع عقارب الساعة يعني بالنيجاتيف صلحتها بس حلو. يبقى لما تروح الناحية التانية تبقى اكس تلاتة جي اكس تلاتة جي تلاتة واي ناقص تي تلاتة عشان راحت الناحية التانية بقت بالنيجاتيف، الواي تلاتة كانت بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف واي تلاتة جي تلاتة اكس، يبقى فاضل لنا مين اللي هو واي اربعة تلاتة ده كان بالبوزيتيف يبقى نيجاتيف واي اربعة تلاتة ار تلاتة اكس ماشي. انا ممكن اسمي دي دلوقتي كويشن رقم واحد، هرجع اعدل فيها بس يعني ايه بعد ما اروح مثلا على اللينك رقم اتنين، طبعا بقول لكم تاني احنا شغالين على لينك اتنين ورقم تلاتة عشان دول كان فيهم جيفنز او يعني اقدر ابتدي منهم. لينك رقم اتنين ده اللي هو كان اصلا بي سي هنعمل برضو سيجما مومنت حوالين ده من برقم أربعة لينك رقم أربعة عشان هو اللي كان بيديني فيه جيفنز، ولينك رقم اتنين هو اللي كان فيه حاجات أنون. جميل يبقى هاخد مثلا سيجما مومنت حوالين نقطة ثابتة ممكن وليكن مثلا نقطة كيو
واروح احسب الباقي، يبقى سيجما مومنت حوالين الكيو بيساوي زيرو، وهفترض عكس عقارب بيساوي زيرو، عكس عقارب هو البوزيتيف. نبتدي مين مثلا؟ بالاكس 3 4 ده اللي بالاحمر. اكس 3 4 بالنسبة لكيو بيلف مع عقارب الساعة، يبقى بالنيجاتيف. نيجاتيف اكس 3 4 مضروب في الارتفاع، الارتفاع ده اللي هو بتاع ممبر 4 في اتجاه الواي. الارتفاع بتاع 4 في اتجاه الواي اللي بعده، الواي 3 4. واي 3 4 بيلف حوالين كيو مع عقارب الساعة، يبقى بالنيجاتيف. تاني ترم، ال واي 3 4 دي بتلف حوالين الكيو مع عقارب الساعة، بالنيجاتيف. نيجاتيف واي 3 4، واي 3 4 دي بتلف حوالين الكيو، الفرص المسافة العمودية هي هتبقى في الاكس دايركشن وبتاعة الار 4، يبقى الطول الرابع في الاكس دايركشن، الريزولوشن بتاعها في الاكس دايركشن. اللي بعده ناخد مثلا اكس 4، اكس 4 بتلف حوالين الكيو مع عقارب الساعة بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف اكس 4 مضروبة في نص طول الممبر، يبقى جي 4 في اي اتجاه؟ المسافة العمودية في الاتجاه الواي، المسافة العمودية في الاتجاه الواي. وبعدين الواي 4 بتلف برضو عكس عقارب الساعة، عفوا مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة، يبقى نيجاتيف واي 4 في الجي 4 بس في الطول اكس. اشمعنى الطول اكس؟ عشان المسافة العمودية ما بين ال، يبقى واي 4 في الطول ما بينه وبين الكيو هي المسافة العمودية في اتجاه اكس، وكان نص الطول بس، يبقى جي 4 اكس. وبعدين فاضل لي مين تاني؟ فاضل لي الام 1 4 بالاخضر والتي 4 بالازرق، والاتنين اصلا مومنت فمش هيتضربوا في مسافة عمودية وكانوا عكس عقارب الساعة، فاقدر اقول على طول زائد ام 1 4 زائد تي 1 4، كل ده هيساوي زيرو. طبعا دي ايكويشن رقم 2. انا لو جبت ايكويشن رقم 1 ورقم 2 هاخد بالي من حاجة، ان في ايكويشن رقم 1 حاجة اسمها اكس 4 3 وهنا اسمها اكس 3 4، وبعدين هلاقي حاجة اسمها واي 4 3 وهلاقي هنا حاجة اسمها واي 3 4. طب ما انا عايز اسهل على نفسي، مش هخلي كل مرة دول عكس بعض وخلاص، لا انا هسمي نفس الحاجة نفس الترم. ماشي، بس قبل ما اعدي محتاج الفت نظرك لنقطة مهمة، تمام؟ ان في ترمين مختلفين، مع اني متأكد جدا هو صح، عن شغل الدكتور، وليكن مثلا اورنج كده. انا بس بلفت نظرك ان الترم ده والترم ده عند الدكتور في الورق بتاعه ما كانوش مظبوطين. بص نيجاتيف واي 3 4 ار 4 3 4 اكس، بص هنا واي 3 4 واي 3 4 ار 4 اكس كان بالبوزيتيف، وواي 4 جي 4 اكس كان بالبوزيتيف. الكلام ده للاسف في الايكويشن بتاع الدكتور او في المحاضره، يعني بيتهيأ للاسف هم كتبوه، يعني اتكتبت بالخطا، فبلفت نظرك عشان لما تقارن شغل بشغل الدكتور تبقى واخد بالك ان هنا في اختلاف. لازم الواي 4 دي والواي 3 4 دول كان يبقوا من نيجاتيف، عشان الاثنين كانوا بيلفوا مع عقارب الساعه، واي 3 4 وواي 4. يلا بص، واي 3 4 بتلف
مع عقارب الساعة يعني بالنيجاتيف، وبعدين اكس 3 4 عفوا وواي 4 بتلف برضو مع عقارب الساعة يعني بالنيجاتيف. انا بس بلفت نظرك من الاول عشان لما تشوف في اختلافات في في الفاينل انسر تبقى مقتنع، يعني مش بديك حاجة غلط يعني. اوكي طيب، فاحنا نقول knowing الآتي إن الـ x 3 4 هتساوي negative x 4 3، والـ y 3 4 بيساوي negative y الـ 4 3، وأروح أعوض في الـ equation عندي عشان أخليهم زي بعض بالظبط. فلو رحنا اشتغلنا في equation واحد ماشي، equation واحد خد بالك اكس كانت نيجاتيف اكس اربعة تلاتة صح، هخليها دلوقتي كانت نيجاتيف اكس اربعة تلاتة تبقى اكس تلاتة اربعة ماشي، ونخلي الباقي زي ما هو وليكن r 3 y يساوي x 3 g 3 y ناقص دي 3 ناقص y 3 g 3 x. بص negative y 4 3 انا شغال في مين في الايكويشن دي، نيجاتيف واي أربعة تلاتة تبقى زائد واي تلاتة أربعة، ونكمل ار تلاتة اكس ماشي. طب خليني اجيب الاكس تلاتة أربعة دي لوحدها في ناحية، هيطلع كالبالتالي اكس تلاتة أربعة بتساوي الآتي اكس تلاتة جي تلاتة واي ناقص دي تلاتة ناقص واي تلاتة جي تلاتة اكس زائد واي تلاتة اربعة ار تلاتة اكس، كل ده مقسوم على ار تلاتة واي ماشي. ناخد بقى الجزء اللي احنا جبناه الاكس تلاتة اربعة دي ونروح نعوض بيها في مين، في ايكويشن رقم اتنين. خد بالك اكس تلاتة اربعة الايكويشن رقم اتنين دي هناخد اكس تلاتة اربعة دي نحطها جواها in equation اتنين، هعوض في equation اتنين لما اعوض خد بالك هات نيجاتيف اكس تلاتة اربعة يبقى كل الكلام ده يدخل بالايه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف كل الكلام ده اللي هو عبارة عن اكس تلاتة جي تلاتة واي ناقص دي تلاتة ناقص واي تلاتة جي تلاتة اكس زائد واي تلاتة اربعة ار تلاتة اكس، كل ده مقسوم على ار تلاتة واي هيتضرب فيه. إيه بص هيتضرب في مين، في دي احنا شغالين في كويشن رقم اتنين، هيتضرب في ار اربعة واي بعدين نكمل الباقي هيدخل زي ما هو ناقص واي تلاتة اربعة ار اربعة اكس ناقص اكس اربعة جي اربعة واي ناقص واي اربعة جي اربعة اكس زائد ام واحد اتنين عفوا
ام 1/4 زائد اخر ترم زائد تي 1/4، كل ده بيساوي 0. طبعا اخدت بالي ان في ايه، في ار 3 واي تحت وانا عايز اخلص منها، فهضرب الايكويشن دي كلها اللي عندي في ار 3 واي. لما اضرب في ار 3 واي هضرب الايكويشن يمين وشمال في ار 3 واي، الجزء اللي تحت ده هيطير، هيبقى كالاتي: نيجاتيف زي ما هو ار 4 واي مضروب في اكس 3 جي 3 واي ناقص تي 3 ناقص واي جي 3 اكس زائد واي 3 4 ار 3 اكس. ماشي، ونكمل. كل الترمات تبقى ايه زي ما هي. بس مضروبة في مين؟ في ار 3 واي، يبقى زائد زائد ار 3 واي مضروبة في بقية الترمات كلها زي ما هي. ناخد يبقى انا ضربت كوباية كل الترمات في ار 3 واي، عشان اللي على الشمال طار ال ار 3 واي منه والباقيين مضروب في ار 3 واي. طيب حلو اوي، خد بالك بقى، الترم ده والترم ده انا هجيبهم مع بعض، وبقيت كل الترمات هجيبهم ايه مع بعضه. ماشي، انا ليه؟ عشان عايز اجيب الاي الواي 3 4 دي بكام، وبعد كده في الايكويشن مرة تانية هحاول اجيب الاكس 3 4 دي كانت بكام. فاللي هيحصل كالاتي: هيفضل نيجاتيف ار 4 واي بيساوي اكس 3 جي 3 واي ناقص تي 3 ناقص واي 3 جي 3 اكس ناقص واي 3 4 ار 3 اكس. بعدين كان في نيجاتيف، قصدي احنا حطينا نيجاتيف خلاص، كان في ار 4 واي. بعدين الناحية التانية ناقص برضو الواي 3 4 ار 3 واي ار 4 اكس. حلو، عشان دول زي بعض. وفاضل ايه؟ بقيت الايكويشن زائد ار 3 واي ناقص واي 3 4 ار 4 اكس ناقص، عفوا خلاص دي طلعناها، ناقص اكس 4 جي 4 واي ناقص واي 4 جي 4 اكس زائد ام 1/4 زائد تي 1/4، كل ده هيساوي كام؟ 0. تمام، انا عايز الوايت دي هجيبها في ناحية، وهسيب بقية الايكويشن كلها في ايه؟ في ناحية. يبقى لما اودي الواي دي الناحية التانية واخدها كومن فاكتور هتبقى كالاتي: واي 3 4 مضروبة في بس بقت بالبوزيتيف عشان راحت الناحية التانية، وديت ناحية الزيرو. ماشي، ار 4 اكس ار 3 واي زائد ار 3 اكس ار 4 واي، كل ده بيساوي
ال ار 3 واي مضروب في نيجاتيف اكس 4 جي 4 واي ناقص ناقص واي 4 جي 4 اكس زائد ام 1 4 زائد تي 1 4، والجزء اللي على الشمال اكتبه المرة يبقى ناقص ناقص ار 4 واي اكس 3 جي 3 واي ناقص تي 3 ناقص واي 3 جي 3 اكس. من هنا اقدر اجيب الواي 3 على 4 لوحدها في ناحية، فتطلع كالآتي: هتطلع الواي 3 4 نيجاتيف ار 4 واي ار 3 واي ماشي. والترم التاني لو خدت مثلا نيجاتيف من جوه القوس بتاع ال R هي ار 3 واي، نخلي ار 4 واي بالبوستيف برضه ار 4 واي، فاللي جوه القوس هيضربه هيبقى بالنيجاتيف، فاللي جوه القوس بالنيجاتيف هيتعكس، يبقى النيجاتيف تي 3 بقت بوستيف تي 3، وال ال واي 3 جي 3 اكس اللي كانت بالنيجاتيف بقت بالبوستيف واي 3 جي 3 اكس، وال اكس 3 بقت بالنيجاتيف اكس 3 جي 3 اكس. كل ده مقسوم على ار 4 اكس ار 3 واي زائد ار 3 اكس ار 4 واي. زي ما انتوا شايفين كده، يبقى احنا جبنا اول جزء من الايكويشن، او ممكن تبقى زي الايكويشن دي. او ممكن نقول بالتالي ان واي 3 4 بتساوي، خلينا نجيب ال ار 4 واي هي اللي في الاول وهنخليها بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف ار 4 واي، ما دام خليتها بالنيجاتيف يبقى بقيت الترمات محتاجة اخليهم اضربهم في نيجاتيف هما كمان، يبقى نيجاتيف تي 3، وبعدين كان في اكس 3 جي 3 اكس كان بالنيجاتيف يبقى خليه بالبوستيف، يبقى اكس 3 جي 3 اكس، واي 3 جي 3 اكس كان بالبوستيف يبقى خليه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف واي 3 جي 3 اكس. ده كان اول ترم. هخلي الترم التاني الار 3 واي اهو، ار 3 واي هو كان بالبوستيف هخليه بالنيجاتيف، يبقى لازم اضرب جوه القوس كمان بالايه في النيجاتيف. كان مثلا التي، انا بس انتبهت ان انا مسمي تي 1 4، مفيش حاجة اسمها تي 1 4، ممكن اسمها تي 4 بس.
خلي تي 4 اول واحد، كان بالبوزيتيف يبقى بال نيجاتيف، وبعدين كان عندي اكس 4 كان بالنيجاتيف يبقى اخليه بالبوزيتيف جي 4 واي. وبعدين كان عندي مثلا الواي ده كان بالنيجاتيف يبقى بالبوزيتيف، والام 1 4 كان بالبوزيتيف يبقى بالنيجاتيف. طب واحد هيقول لي يا باشمهندس انت ليه عملت كده، هقول لك لا عادي، هو اللي انا عملته هنا هو صح، اللي في الايكويشن اللي فاتت كان خلاص اقدر اكتفي بيها، بس انا قلت اعمل كده لسبب واحد، ان اخلي كمان بالمرة R3Y R4X زائد R3X R4Y، واقدر اقول لك اي واحدة فيهم تبقى صح هي مين. ال Y3 4. طيب ليه عملتها كده؟ عشان لما تروح تراجع الحل بتاع الدكتور هتلاقي في حاجات، مش انا قلت لك كان في حاجة مختلفة في الحل في الاول، هتلاقي دي مختلفة، هتلاقي دي مختلفة، هتلاقي دي مختلفة، وهتلاقي دي مختلفة. طيب فانا اللي عملته لك بس مش مهندس، عشان لما تروح لو رحت بصيت على الحل بتاع الدكتور الا وهو اهو اللي هي الاكس 3 4 والواي 3 4 هتلاقي فيه اختلافات، فانا حطيت لك نفس الترمات بنفس الترتيب بس صلحت لك الاشارات. ماشي، يبقى احنا كده جبنا اول مجهول اللي هو واي 3 4. هروح برضو اجيب المجهول اللي هو اكس 3 4، برضو هيبقى ايه، هياخد مني وقت شوية. الواي 3 4 والاكس 3 4 هياخدوا مني وقت. ماشي يلا بينا. طيب احنا جبنا الواي 3 4 صح، عايزين نجيب بقى المرة دي اكس 3 4. طيب اجيبها ازاي؟ ببساطة انا ممكن كنت برضو شايفين ايكويشن رقم واحد دي نفس الطريقة بالظبط، بس انا عشان كنت اجيب الواي 4، بص في ايكويشن رقم واحد عندك اكس 4 3 تحت الخط بالاحمر وواي 4 3 تحت الخط بالاحمر صح. طيب انا عملت ايه؟ انا خليت اكس 4 3 بره، وعن طريق الحل والايكويشن جبت الواي 4 3. المرة دي هعمله العكس، اخلي الواي 4 3 هي اللي بره والاكس 4 3 هي اللي جوه. فالايكويشن واحد دي لو انا عكستها هتطلع كالاتي، وهعمل خطوتين في خطوة بالمرة، او تعال نكتبها الاول بعدين نبقى نشوف هنعمل ايه. يبقى from equation واحد هجيب الواي 4 3 لوحدها في ناحية تطلع كالاتي، واي 4 3 ار 3 اكس بتساوي نيجاتيف تي 3 نيجاتيف واي 3 جي 3 اكس زائد اكس 3 جي 3 واي زائد اكس 4 3 ار 3 واي. كأني بعيد الخطوات كلها من الأول بس بجيب الواي 4 3 بره. طيب الواي 4 3 دي هعكسها هتبقى نيجاتيف واي 3 4، عشان عايزين كله بالإيه؟ بال 3 4. ار 3 اكس بتساوي نيجاتيف تي 3 نيجاتيف واي 3 جي 3 اكس زائد اكس 3 جي 3 واي زائد اكس 4 3. مش هخليها اكس 4 3، هخليها ايه 3 4، يبقى ناقص اكس 3 4 ار 3 واي. حلو، نخليها بقى لوحدها خالص تطلع كالاتي، يبقى واي 3 4 بيساوي كله يتضرب في نيجاتيف واحد يعني عشان هخليها بالبوزيتيف، الواي 3 4 كانت بالنيجاتيف بقت بالبوزيتيف، فتبقى كل حاجة اتضربت في نيجاتيف واحد، يبقى دي 3 زائد واي 3 جي 3 اكس زائد كانت زائد تبقى ناقص
ناقص اكس تلاتة جي تلاتة واي، كانت ناقص تبقى زائد، اكس تلاتة اربعة ار تلاتة واي، واقسم على ار تلاتة اكس، واخد الكلام ده بقى اروح اعوض برضو ب مي في مين في ايكويشن اتنين by using the previous equation اللي هي الموف دي in equation اتنين، معادلة رقم اتنين، معادلة رقم اتنين كانت اهي. كل اللي هيحصل هروح، مش انا جبت التلاتة الاربعة اللي هي عليها دي، مش انا جبت لها equation، هكتب الايكويشن كلها زي ما هي، بس اعوض هنا الايكويشن اللي جبتها من دلوقتي اللي بالموف لسه جايبها حالا. فهيبقى نيجاتيف اكس 3 4 ار 4 واي ناقص اكس 4 جي 4 واي ناقص واي 4 جي 4 اكس زائد ام 14 زائد تي 4 بتساوي 0، وهنا هحط الكل اللي بالموف مضروب في ار 4 اكس. ماشي، يلا بينا. يبقى بنفس الترتيب، هتبقى بنفس الترتيب لو عايز تتابعني، لو عايز تتابعني اكتب الايكويشن دي بره. ماشي، يبقى نيجاتيف اكس 3 4 ار 4 واي، وبعدين ناقص، واحط الحاجات اللي انا جبتها بالموف دلوقتي اللي هي تي 3 زائد واي 3 جي 3 اكس ناقص اكس 3 جي 3 واي زائد اكس تلاتة اربعة ار تلاتة واي، اقفل القوس. هو اصلا كانت ار تلاتة اكس تحت، وكان اصلا كان مضروب فيه من بره ار اربعة اكس. نكمل بقية الايكويشن، ناقص اكس اربعة جي اربعة واي ناقص واي اربعة جي أربعة إكس زائد ام وان فور زائد تي وان، مفيش تي وان فور، تي فور بيساوي زيرو. ماشي، طيب أنا عندي تحت ار تلاتة إكس، فأنا الإيكويشن دي كلها هضرب في ار تلاتة إكس يمين وشمال. طبعا على اليمين زيرو فهيطير مش هيظهر، وعلى الشمال الار تلاتة إكس دي هتطير. نيجاتيف اكس تلاتة اربعة ار اربعة واي ار تلاتة اكس ناقص الجزء اللي بالموف اللي هو في النص تي تلاتة زائد واي تلاتة جي تلاتة اكس ناقص اكس تلاتة جي تلاتة واي زائد اكس تلاتة اربعة ار تلاتة اربعة، كل ده مضروب فيه، خليه بقى بلون مختلف عشان واخده كومن فاكتور، ار اربعة اكس، ونكمل ناقص اكس اربعة جي اربعة واي مضروب في ار تلاتة اكس. طب انا اعمل حاجة احسن، ما اخد ار تلاتة اكس كومن فاكتور في كل اللي جايين، مش احسن؟ احسن، زائد ار تلاتة اكس مضروب في ناقص اكس اربعة جي اربعة واي ناقص واي اربعة جي اربعة اكس زائد ام وان فور زائد تي اربعة بيساوي زيرو. خد بالك عندي هنا اكس تلاتة اربعة، وعندي هنا اكس تلاتة اربعة، فانا هاخد الاكس تلاتة اربعة دي كومن فاكتور، تبقى اكس تلاتة اربعة مضروب في نيجاتيف ار اربعة واي ار تلاتة اكس، وهناك زائد ار تلاتة اربعة اكس تلاتة اربعة خدناها ار تلاتة واي ار اربعة اكس. تمام، خدتوا بالكم انا صلحت، بس ايه دي بقت واي، وبعدين
وبعدين ناخد common factor مين كمان؟ r 4 x زائد r، لا هي كان في نيجاتيف اصلا من اول، خدني بالكو كان في نيجاتيف اصلا، يبقى نيجاتيف r 4 x مضروب في تي 3 زائد واي 3 جي 3 اكس ناقص اكس 3 جي 3 واي. زائد ار 3 اكس ناقص اكس 4 جي 4 واي ناقص واي 4 جي 4 اكس زائد ام 1 4 زائد تي 1 زائد تي 4 بيساوي ايه؟ 0. ادي الايكويشن اهي اكس 3 4 هجيبها لوحدها في ناحية واقسم على الباقي، اجيبها لوحدها في ناحية واقسم على الباقي هتطلع كالآتي. r 4 اكس مضروب في تي 3، هاخد الاكس 3 الاول، ناقص اكس 3 جي 3 واي زائد واي 3 جي 3 اكس، حلو، زائد r 3 اكس افتح القوس هاخد التي الاول، فالتي بقت اهي عادي، طبعا مفرقش الترتيب بس انا ليا هدف في دماغي ليه برتبهم بالشكل ده، فخدت تي اربعة زي ما هي بالبوستوف، بعد ناخد الاكس اربعة كانت بالنيجاتيف، نيجاتيف اكس اربعة جي اربعة واي، بعد ناخد الواي يبقى نيجاتيف واي اربعة جي اربعة اكس، واخر واحد زائد ام واحد اربعة، كل ده مقسوم على الجزء اللي هو اللي كان على الشمال ده. طيب انا خدت بالي من غلطة كمان، طبعا الحاجات دي في الايديتنج ان شاء الله هوضحها لكم، دي المفروض كانت تبقى برضو بالايه؟ بالنيجاتيف. ليه بالنيجاتيف؟ عشان ار تلاتة واي في ار اربعة اكس كل ده مضروب في مين؟ في النيجاتيف اللي هنا، ماشي؟ تمام. فمن هنا طبعا ده ما هيروح الناحية التانية هيبقى كله بالبوستيف، يطلع الكلام ده كالآتي، مقسوم على r 3 y r 4 x زائد r 3 x r 4 y. دي الايكويشن التانية اللي عندي هتبقى كالاتي، x 3 4 انا بحاول اخليها تبقى شبه الايكويشن اللي محطوطه بقى عندكم، هدخل النيجاتيف جوه يبقى r 4 x افتح القوس يبقى نيجاتيف تي تلاتة يبقى زائد اكس تلاتة جي تلاتة واي يبقى ناقص واي تلاتة جي تلاتة اكس، والار تلاتة دي هضربها في نيجاتيف يبقى جوه وبره، يبقى ده ضربته في نيجاتيف ار تلاتة اكس، يبقى لازم كمان اللي جوه القوس اضربه في نيجاتيف عشان ترجع الايكويشن زي ما هي، تبقى نيجاتيف تي اربعة زائد اكس فور جي اربعة واي بدل ما ناقص تبقى بوزيتيف، زائد واي اربعة جي اربعة اكس ناقص ام وان فور، كل ده مقسوم على ار تلاتة واي ار اربعة اكس زائد ار تلاتة اكس ار اربعة واي اي واحدة منهم تنفع، بس انا كنت اقصد اعملها لكم بالشكل ده عشان لما نيجي نراجعها بالحل بتاع الدكتور هلاقي كل اللي فوق ده صح، وبعدين دي كلها صح،
وبعدين دي بس الترم اللي هيبقى مختلف، كان تحت كان بالنيجاتيف هيبقى بالبوزيتيف. ماشي، يبقى احنا جبنا 2 من النون، 2 حمر، جبنا مين ومين؟ جبنا اكس 3 4 and واي 3 4. بص يبقى احنا جبنا مين؟ اكس 3 4 واي 3 4. يبقى جبنا كمان مين؟ اكس 4 3 واي 4 3. لسه بقى مجبتش اي حاجة تانية. الحمد لله الباقيين هيبقوا سهلين خالص. هروح اعمل سيجما اف اكس وسيجما اف واي، سيجما اف اكس سيجما اف واي، هتلاقي الدنيا ايه اتحلت بسهولة. يلا بينا، يلا بينا. هناخد هنشتغل في لينك 4. هقول سيجما اف اكس بتساوي 0، تمام؟ في لينك رقم 4 ده عندك في الاكسات اكس 3 4 واكس 4 واكس 1 4 كلهم بوزيتيف، كلهم يمين. يبقى اكس 1 4 زائد اكس 4 زائد اكس 3 4. اكس 1 4 زائد اكس 3 4 زائد اكس 4 كل دول بيساوي 0. خد بالك انا كنت عايز اجيب اللي بالاحمر اللي هو اكس 1 4، عشان خلاص اكس 3 4 انا عارفها، واكس 4 دي كانت في نص الممبر. فأقدر أقول من هنا إن الأكس 1 4 بتساوي نيجاتيف أكس 3 4 نيجاتيف أكس 4. الدنيا بقت سهلة خالص. هروح المرة دي برضو بس أروح على مين؟ سيجما اف واي بتساوي 0. عندي بالأحمر في اتجاه واي، واي 1 4 وواي 4 وواي 3 4. واي 1 4 زائد واي 3 4 زائد واي 4 كل دول بيساوي 0. واي 4 دي كنت نص الممبر وانا كنت عارفها، والواي 3 4 انا اصلا جايبها من الايكويشن. فاقدر اقول من هنا ان الواي، ان الواي 1 4 بتساوي نيجاتيف واي 3 4 ناقص واي 4. خدتوا بالكم الدنيا بقت سهلة ازاي؟ ليه؟ عشان انا خملت هات سيجما مومنت خلاص بتاعت الممبر رقم 4، الحمد لله. وكنت عملت كمان السيجما مومنت بتاعت ممبر رقم كام؟ 3. فيلا بينا على طول، يبقى فاضل لي مين؟ سيجما اف اكس وسيجما اف واي في ممبر رقم 3. في 3 لو خدت الاكس يبقى اكس 4 3 واكس 3 واكس 2 3 كلهم بوزيتيف، والواي واي 4 3 وواي 3 وواي 2 3 كلهم بوزيتيف. يبقى حجم مع اكس 2 3 مع اكس 3 مع اكس 4 3 بتساوي 0، واي 4 3 زائد واي 3 زائد واي 2 3 بتساوي 0 في الواي. سيجما اف اكس بتساوي 0. كان عندي مين؟ عندي كلهم كانوا بالبوزيتيف، ودي من ميزات الايه اللي بتسهل الدنيا. عندي اكس 2 3 زائد اكس 4 3 زائد اكس 3 بتساوي 0. طب وفي سيجما اف واي هقولك واي 2 3 زائد واي 4 3 زائد واي 3 كل ده بيساوي مين؟ 0. تعال نجيب بقى الحاجات دي لوحدها اللي انا مش عارفها. انا كنت عايز اكس 4 3 انا جبتها، وجبت الاكس 3 عشان في نص الممبر. يبقى اقدر اجيب من هنا اكس
اتنين تلاتة هتساوي نيجاتيف اكس اربعة تلاتة نيجاتيف اكس تلاتة، واي اتنين تلاتة تساوي نيجاتيف واي اربعة تلاتة نيجاتيف واي تلاتة، يبقى ده معلوم كان رقم اتنين، ده كان معلوم رقم واحد، وده معلوم رقم اتنين، وده معلوم رقم تلاتة، ده معلوم رقم أربعة، دي مش إيكويشن خلي بالك، وده معلوم رقم خمسة، وده معلوم رقم ستة. خدت بالك الدنيا سهلة ازاي؟ هروح بقى آخر حاجة، أروح على الممبر اللي هو رقم اتنين اللي أنا معملتش فيه حاجة من الصبح، اللي هو على الشمال ده، هقدر أعمل سيجما مومنت مثلا بالنسبة ل O تساوي زيرو، ما الإكس تلاتة اتنين واي تلاتة اتنين خلي بالك أنا عارفهم دلوقتي عشان عارف الإكس اتنين تلاتة واي اتنين تلاتة، فأنا فاضل لي تلات مجاهيل هنا، إكس واحد اتنين واي واحد اتنين و إم واحد اتنين اللي هو بالأحمر ده، فأنا هاخد سيجما مومنت أجيب الإم واحد اتنين، بعدين آخد سيجما إف واي وسيجما إف إكس أعرف أجيب مين الإكس واحد اتنين والواي واحد اتنين. إن ممبر اللي هو ال OA اللي هو لينك اتنين، هقول سيجما مومنت بالنسبة ل O تساوي زيرو، هو العكس عقارب الساعة هو البوزيتيف، يبقى هيطلع كالآتي، اكس تلاتة اتنين هيبقى بالنيجاتيف عشان بيلف حوالين الاو عكس عقارب الساعة، صح؟ يبقى نيجاتيف اكس تلاتة اتنين مضروب في الارتفاع اللي هو طول يبقى نيجاتيف اكس تلاتة اتنين مضروب في الارتفاع بتاع ار اتنين اتجاه واي، يبقى نيجاتيف اكس تلاتة اتنين مضروب في ارتفاع ار اتنين في اتجاه واي. اللي بعده واي تلاتة اتنين بتلف مع عكس عقارب الساعة، اكس تلاتة اتنين كانت بتلف مع، فبالنيجاتيف اكس واي تلاتة اتنين بتلف عكس، يبقى بوزيتيف واي تلاتة اتنين. جميل اوي، زائد واي تلاتة اتنين في طول ار اتنين برضو بس في الاكس دايركشن، وبعدين ام واحد اتنين هتنزل زي ما هي عكس عقارب الساعة، واكس اتنين هتبقى بالنيجاتيف في نص الطول، يبقى زائد ام اتنين عشان عكس عقارب الساعة ناقص اكس اتنين في نص الطول اللي هو جي اتنين واي عشان المسافة في الواي دايركشن، وبعدين الواي كان هيلف في عكس عقارب الساعة، هوريها لك حتى انا فاكر يعني من دماغي بس هوريها لك. بص الواي بالنسبة لأو هتلف عكس عقارب الساعة تبقى بوزيتيف وفي نص الطول، زائد واي اتنين جي اتنين عشان نص الممبر، والواي يبقى في المسافة في الاكس دايركشن جي تو اكس، وهيفضل لك التي تو كانت اصلا بتلف عكس عقارب الساعة، يبقى زائد تي اتنين بيساوي زيرو. وحلفت نظرك حاجة هنا ان انا كنت مسميها دي معلش ام وان تو، ماشي، فاقدر اجيب من هنا الام وان تو هتساوي تي اتنين هتروح بنيجاتيف نيجاتيف تي اتنين،
وبعدين ال اكس اتنين دي هتروح هتبقى بالبوزيتيف، يبقى اكس اتنين جي اتنين واي، وال واي هتروح تبقى بالنيجاتيف، يبقى هو نيجاتيف واي اتنين جي اتنين اكس. وبعدين ال اكس تلاتة اتنين هتروح بالبوزيتيف، يبقى اكس تلاتة اتنين ار اتنين واي، وال واي هتيجي بالنيجاتيف، نيجاتيف واي تلاتة اتنين ار اتنين اكس. واقدر اعلم على دي، تبقى دي الايكويشن رقم 7 او النون رقم 7. وكالعادة بلفت نظرك ان في حاجة كده عند الدكتور، دي هنا هتلاقي عند الدكتور كان مسميها 4 واي، ودي كان مسميها 4 اكس.